السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الموبايل كان راح يوقع. طيب يعطيكم ألف عافية. رسالة قصيرة: الموت والحياة. كيف يكون الموت حافز للحياة؟ في ناس كثير لا تفهم هذه الفلسفة في الحياة، فلسفة الموت. الموت هو أكثر حافز للحياة، إنه الإنسان يعيش. الموت ليس هو الشيء الذي يجب أن نخاف منه ونخشاه. حقيقة ما يجب أن نخشاه هو أن لا نفكر في الموت. عندما يعرف الإنسان يقينا أنه هناك نهاية محتومة، فعليه أن يستغل كل لحظة ويعرف أنه في رحلة، وهذه الرحلة ستنتهي عاجلا أم آجلا. بعد الناس عن تقبل فكرة الموت وفهم مضمونه هو ما يجعل الناس تعيش حزينة. الإنسان اليوم اللي حس بظروفه سيئة ومش قادر يعمل إشي في الحياة، هو أكيد نسى وتناسى أنك إنك ميت وإنهم ميتون. ولو الإنسان حط أنه بالآخر أنا راح أموت ومغادر، خليني أعيش. ليش الإنسان بيقضي طول عمره ما بياخذ أي مغامرة في حياته؟ أكبر مخاطرة ممكن تأخذها في حياتك ألا تخاطر. معظم الناس المرتشي عندما يرتشي لا يفكر في الموت، أكيد الموت غائب عن باله. وكذلك السارق لا يفكر، وكذلك اللي قاعد الآن بتتقاتل مع حماتها وحماتها بتتقاتل معها، واللي مزاعل أخوه وما بده يحكي معاه، واللي مغضب أبوه وأمه، واللي ظالم أبنائه معاه، واللي ظالم زوجته معاه، هذول الناس ما بيفكروا في الموت. غياب الموت من فكرنا وتفكيرنا هو ما يؤدي بالنهاية إلى فساد الحياة، هو ما يؤدي إلى الفساد سواء على المستوى الأخلاقي أو على المستوى الروحي أو النفسي. فساد النفسي هو أن يعيش الإنسان حزينا طول عمره، لا يستمتع بأي شيء. كل ما على هذه الدنيا، على هذه الأرض، إذا بتنظر حواليك يذكرنا في الموت. حتى الفصول يبدأ فصل وينتهي الفصل. أنا بتطلع مرات على أوراق الشجر اللي مترامية على الأراضي وبشوفها كيف ماتت. هاي الأوراق في يوم من الأيام كانت في أحلى حلة، وكانت الناس تقف أمام هذه الشجرة أو تلك الوردة وتتصور بجانبها وتقول يا سلام، شوفوا الصورة وحط على الفيسبوك، يا سلام أحلى الربيع، شوف هالورد ما أحلاه. لكن هذه الوردة اللي تصورت معها أعطت ما يجب أن تعطيه، ثم رحلت، أدت واجبها بامتياز، عاشت بامتياز، ثم ماتت، ذهبت، نفقت. كذلك أنت وكذلك أنت. الحفرة في انتظارنا، الحفرة تستنانا، هيها موجودة. وين بدك تروح؟ وين بدك تروحي؟ لإيش الحزن؟ ليش الزعل؟ إذا كان الموت هو لقاء لله الرحمن الرحيم الودود، لماذا أعيش في حزن؟ كل ما أنت عليه الآن، كل شيء، كل مشاكلك مؤقتة، كل مشاكلك مؤقتة، المرض مؤقت، الفقر مؤقت، الظلم مؤقت، ولكن سيأتي في النهاية نهاية محتومة للجميع، وسيحاسب الجميع عما فعل. افعل ما شئت كما تدين تدان. فيا نياله، يا نياله، يا بخته، يا حظه، زي ما بنحكي باللغة العامية، للإنسان اللي بيفكر إنه كل هاي الدنيا زائلة، وإنه كل المطلوب مني إني أترك سمعة طيبة، إني أعيش بعطاء. بكفي أنانية. لمتى بنضل أنانيين؟ الأنانية بس إني أنا أخذ من الناس وألم وأحط عندي، هذه مش الأنانية. تعريف الأنانية أن لا أستطيع أن أعيش وأعطي. الإنسان الذي لا يعطي أناني. لا تحكي لي أنا فقير، لا، كل إنسان يستطيع أن يعطي. وإلا لماذا قال الرسول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تخيل تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن أنت تستطيع أن تتصدق. قديش ممكن الإنسان يتصدق؟ كم بإمكانك أن تتصدق لمجرد بس أنك تتبسم؟ ذكر الموت ليس نوع من أنواع السلبية. السلبية الحقيقية هي عدم تذكر الموت. السلبية الحقيقية أن أعتقد أني أنا قاعد في الحياة ومعمر، رح أضل قاعد طول عمري. كل إنسان بتطلع عليه اليوم قد ترى أناس يفتنوك، عنده كل شيء وأنت تعلم يقينا أنه إنسان فاسد، لكن هذا الشيء لا يفتنك لأنه سيموت وإنت ستموت. وعند الله تجتمع الخصوم. كل مرة بتحس أنك أنت ستدخل في نوايا الناس، اعلم يقينك أنك نسيت الموت.
لما تجي تحكي هذا شو ماله ليش هيك بيعمل، اكيد هو من جوا قاصد شيء اخر. هاي الفلسفه والادعاء والحكم المطلق والمسبق على الناس دلاله على انسان لا يستطيع ان يعيش بسبب انه هو ناسي الموت. الموت قريب، اقرب الينا من حبل الوريد، ولكن الموت هو الحافز الوحيد في الحياه اللي يستطيع الانسان ان يستخدمه في كل لحظه ليكون انسان افضل، ليكون اخلاقه احسن، ليكون عطاؤه اكبر. بالنهايه كلياتنا نرجو ان نلقى الرحمن الرحيم وانه ربنا يطهرنا ويزكينا ويدخلنا الجنه برحمته. فلذلك كل ما حد بيسب وكل ما حد بيشتمك وكل ما حد بينتقدك وكل ما حد بيظلمك، مش مطلوب منك انك تكون متسامح لدرجه انك تكون سلبي، لكن تذكر انه هي حسنات عم تجي لك مجانا. انت فاتح بنك وهدول الناس عم بتبرعوا لك بسخاء. كل غلطه وكل قذف المحصنات، مش بس اني انا اتهم انسان بشرفها، قذف المحصنات حتى للرجال، لاي انسان، لما اتهم انسان بضميره بامانته، لما انت تتعرض لاهانه من اي انسان في العمل، هذا كله عباره عن قذف. لذلك الانسان ما يدخل في هالمواضيع. أسوأ البشر أولئك الذين لا يعلمون أنهم سيلاقون الله ولذلك يعيشون في حزن. هذول أسوأ البشر. أم كلثوم يعني ولو أنه بعدنا شوي، في عندها أغنية معروفة بتقول أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي، صح؟ وأنا بقول يا أغدا ألقاك، أتمنى أني ألقاك على خير. سنلقى جميعا رب العالمين وسنقف أمامه. اليوم أنت في رحلة صغيرة، خليها ظريفة ولطيفة، عيش بتسامح، سامح مش عشانهم عشانك، أعطي مش عشانهم عشانك، حب مش عشانهم عشانك، تسامح مش عشانهم عشانك. وإذا كل الناس غلطت لا تكن إمعة، مش عشان الكل ماشي غلط فأنت تمشي غلط. ليش؟ لأنه نقول لجهنم هل امتلأتي، فتقول هل من مزيد. فأنا أتمنى أنه إنسان ما يوصل لمرحلة يقف أمام الله ويحكي له والله يا رب ما هم كلهم كانوا غلطانين، ما احنا المجتمع كان فاسد، ما هم الناس كلها كانت تسمع أغاني هابطة، ما كل الناس كانت تحب الرقصات، إجت علي أنا يعني. ستحاسب لوحدك وفردا، ولا يوجد أي عذر أمام الله، لأن الله أعطاك الخيار. والله 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 إنه الخيار دائما بيدنا، لم نسلب ولم يسلب إنسان في تاريخ البشرية الخيار، يبقى الخيار بإيدك. تقعد تحكي من هون للصبح أنا لا أسمعك، تقول لي ظروفي جوزي، ما أنت مش عارف، ما أنا مريض، ما أنا... هذا كله لا يسمع، هذا كله لا يسمع. وعند الله تجتمع الخصوم. سنقف أمام الله، حتحكي له فقير حيحكي لك تعال نجيب الفقراء اللي كانوا يتقوا الله، حتحكي له كنت غني ومفتون حنجيب الأغنية اللي بتخاف ربنا وكانت تعمل خير، حتحكي له مظلومة حيجيب لك آسيا امرأة فرعون، حتحكي له مقهور حيجيب لك بكفي قصة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلاقته بأهله وكيف طرد يعني ما بدنا ندخل في هالمواضيع، كلياتكم حافظين وأحسن مني. بدك تحكي له فقير، سيدنا المسيح كان في غاية الفقر وكان يملك من المعجزات، نحن كلياتنا بنعرف معجزات سيدنا المسيح، ورغم ذلك لم يستخدم معجزاته أبدا حتى في الدفاع عن نفسه عندما أرادوا أن يصلبوه. لذلك الإنسان نحن بس بنحكي القصص ونقعد نبكي، يا سلام على هالقصة، يا سلام حبيبي يا رسول الله، إلا رسول الله. وين رسول الله في تصرفاتك؟ وين المسيح في تصرفاتنا؟ وين سيدنا موسى في تصرفاتنا؟ بس قاعدين بنزعل من بعض وبنبكي وصاحي من النوم، أنا اليوم صاحي متضايق مش طايق حالي، ما بدي أسمع كلمة إيجابية. الواحد مرات بتمر عليه ظروف سيئة ما بيحب يسمع كلمة إيجابية. وإذا كان الموت بعد ساعة، حدا ضامن عمره؟ والله إذا ضامن عمرك، إذا ضامني عمرك ازعلي، إذا ضامن عمرك اشتكي. كلما أريد الشكوى وأحس بأي شعور سلبي أتذكر أنني سأموت. فسبحان الله الذي جعل في سيرة الموت عظة وعبرة، لا لأن يكون الإنسان سعيدا، ما حدا راح يسمع سيرة الموت وراح يكون مبسوط ويقوم يرقص إيه راح نموت، لكن ليتعظ ويقول يعني وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويا نيال اللي بيفكر تفكير صح وبيعيش صح وبيعيش بتسامح وبيفكر في الموت على إنه حافز حتى يترك وراءه دائما سمعة طيبة
ويترك وراءه كل خير ربنا أعطاه إياه. العلم اللي ربنا أعطانا إياه هذا خير، لذلك إحنا بنشاركه. ابتسامتك خير، الابتسامة قدرة عضلاتك على أنها تبتسم، هاي الابتسامة هي عبارة عن صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، إنك تسمع مرتك وهي بتشتكي وتعباني نفسيا هذه صدقة، إنك أنت تسامح إنسان ظلمك هذه صدقة، إنه الإنسان يشوف إنسان سيء ويدعو له بدل ما يدعي عليه هذه صدقة. هذه هي الحياة، الحافز الوحيد في الحياة هو الموت. يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم يا رب العمر المديد، لكن لا أتمنى العمر المديد لأي إنسان عايش في نكد وحزن، أتمنى دائما العمر المديد عن طريق البركة، إنه ربنا يطرح البركة في أعمارنا ونترك خلفنا ما يدل على أننا كنا هنا، نترك خلفنا سمعة طيبة حتى لا ينتهي الخير في هذه الدنيا. في أمان الله. على كل أحوال إن شاء الله مدرسة الحياة باب التسجيل مفتوح، ولغة الجسد كثير عم تجيني أسئلة، نحن فاتحين التسجيل لنهاية الشهر. نتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح، نترككم مع هالمناظر الطبيعية. Thank you.